السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أشكر الإخوة الكبار الذين قبلوا أن يشاركوا معنا، وعلى رأسهم الأخ مولاي محمد خليفة الزعيم الوطني الكبير الذي له ألف عذر وعذر أن يبقى في بيته، ولكنه رغم تجاوزه الثمانين ما زال مستعدا لتلبية كل نداء، ما يزال مستعدا لتلبية النداء. وليست هذه أول مرة نقيم نشاطا مشتركا، وهو دائما مستعد في الحقيقة. كذلك الأخ نبيل بن عبد الله الحليف الذي وجدت فيه صفة الوفاء، لا نتفق دائما، بيننا بعض الخلافات وربما بعضها سوف يأتي في المستقبل القريب، ولكن عزيز عليا هادشي اللي عطى الله وتيظهر حتى انا عزيز عليه، الله اعلم. لا بد ان احيي بصفه خاصه السيد السفير. قد تتساءلون لماذا استدعينا السفير الفلسطيني؟ انا نقول لكم واحد القضيه، انا لا اميز بين فلسطيني وفلسطيني. كل فلسطيني مخلص هو منا ونحن منه. ثانيا، استدعيناه نيابة عن منظمة فتح وحماس والمنظمات الفلسطينية كلها لينوب عنها كلها، لأننا نريد أن نرى الشعب الفلسطيني موحدا اليوم. وعلى ماذا نريده أن يكون موحدا؟ نريده أن يكون موحدا على ما كشفته لنا حماس، أن الطريق الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة هو المقاومة والمقاومة والمقاومة. وأظن أن السيد السفير وفي كلمته كان معبرا عن هذه المعاني الكبيرة التي نعتبرها رسائل متواضعة من إخوانهم في المغرب لهم في المشرق جميعا. إخواني وأخواتي، رغم كل الظروف الصعبة لا تغادرني روح المرح، وتذكرت نكتة كان يقولها لي الأخ سي عبد الله بها باستمرار. سي عبد الله بها قال لي: يا سي عبد الإله، الجرانة إلا درتيها في الغلاي وبديتي كتسخن عليها شوية بشوية كتبقى حتى كتسرق، ولكن إلا لحتيها في الماء سخون كطير، إلا خليتيها في الأول كتسلق وتموت. حنا كأمة الإخوان والشعب الفلسطيني كنا نسلق على ماء هادئة، على نار هادئة تدريجية كادت أن تقضي على القضية الفلسطينية نهائيا. أنا سأقول لكم، وعمري 14 سنة، سنة 68 حضرت في هذا المسرح اللي اليوم كنخاطبكم فيه، وطبعا ما لقيتش بلاصتي لتحت، بقيت بلاصتي لفوق بحال الإخوان اللي تيتابعونا من فوق من السلفوقية. وجاءت فرقة مسرحية إلى هنا، الحماس الذي كان في ذلك الوقت منقطع النظير، وبعد أن انتهت الفرقة من مسرحيتها تقدمت النساء بالحلي، أعطوا الدمالج ديالهم والسراتل ديالهم والمضام ديال الذهب ديالهم، وأعطوا الرجال الفلوس، وناض واحد الشاب وتقدم وقال: أنا غادي نمشي بنفسي متطوع مع الإخوان الفلسطينيين لكي أجاهد هناك. وليس هو الوحيد،
وغنقول لكم وأنا ابن 14 سنة حدثتني نفسي أن أذهب كذلك معهم، ولكن ما لقيتش الشجاعة الكافية. لا غدا في الليل ما بغاش يديني الناس، جيت لعندهم كانوا هنايا، سولت هنايا في المسرح قلت لهم فين الفلسطينيين؟ قالوا لي في الكرون طوطيل. ها هو غير هنا. مشيت لعندهم، دخلت عندهم حتى البيت ديالهم، قلت لهم جيت باش نمشي معكم لفلسطين. قالوا لي سير للسفارة المصرية. أنا ديك الساعات السفارة المصرية ما نعرفها ما تعرفني، مشيت لدارنا الحقيقة هي هذه. باغي نقول لكم شنو هي الروح ديال الحماس اللي كانت في ذاك الوقت، لدرجة أن الحسن الثاني رحمه الله عمل لنا ضريبة على السينما، وعمل لنا ضريبة على التدخين، وبدا كيصيف داك الشيء لفلسطين، ولدرجة أنه صفت الجيش ديالنا لسيناء، وصفت الجيش ديالنا لسوريا، وباقي الجثامين ديال الشهداء ديالنا تما. هذه هي القضية الفلسطينية. واليوم نجد من يحاول أن يغير عقيدتنا. بعضهم يقول أن كلنا إسرائيليون. الله، مرة واحدة ولينا كلنا إسرائيليين. وخا داك السي الرمضاني، أنا ما بغيتش نذكر هذاك الآخر، وخا داك السي الرمضاني بقى فيه الحل اللي الناس تكلموا عليه، ولكن حتى أنت ملي تكون كتكلم انهم يقولوا بلي عاقوهم. حنا كنصحوا، انا كنعرفوا شخصيا، ماشي شخص سيء، ولكن مع الاسف الشديد تيمشي بعيد سور الدبان. كبير اليوم الاخر. اما هذاك خوينا ديال فرنسا، لا ما تقول، ما تحيدش هذاك حسمته بلا ما نعاودوش شنو. هذاك قال القضية الفلسطينية اغتيلت اليوم، وقال ان حماس عملات ذاك الشيء اللي ما يقدروش يعملوه الحيوانات. طيب سيدي، احنا ما كنتيقوا، واسرائيل شدات من ذاك الوقت دابا، لماذا لم نسمع منك كلمة واحدة؟ واش ما يقال عنه 1200 ديال الاسرائيليين، هل لا يوازيه 12000 او 14000؟ او في تقديري هي اقرب الى 20000 من الفلسطينيين الذين قتلوا بابشع الوسائل والاسلحه. علاش ما تخرجش السي الطاهر بن جلول اليوم وتكون رجل وتقول اسرائيل ما فعلته يخالف حقوق الانسان ويخالف المبادئ الانسانيه ويخالف نوض كل هذا الشيء لك انت رجل؟ الله يخليكم، خليونا. فبغيت نقول اليوم الشعب المغربي ما غيتبدلش، خاصكم تبقاو المغاربه كتشعروا بواحد الخصوصيه. حنا عشنا عبر التاريخ دوله مستقله عن الشرق وعن العباسيين والعثمانيين وغيرهم، لأننا كنا نحمي ظهر الإسلام في الغرب الإسلامي. وهذه مسؤولية تاريخية. حتى نابليون نهار اللي فكر باش يغزي العالم الإسلامي مشى بدا بمصر، ما جاش للمغرب. وإذا تخلينا عن هذه الصفات وهذه الخصوصية وهذه الأخلاق وهذه المبادئ وهذه القيم، فإننا سوف نصبح شعبا لا يساوي شيء. فإذا أنا أخاطبكم كمغاربة بالخصوص لأذكركم بالأمور التالية. أولا وقبل كل شيء، هذا حماس ماذا يمكن أن نعيب عليها؟ هذه حماس 75 سنة ديال الشعب الفلسطيني، بداوا بالنكبة، جابوا عصابات صهيونية إرهابية، خرجت الناس من بيوتهم وقتلتهم وشردتهم ودفعتهم إلى الدول الأخرى في مخيمات لا إنسانية في لبنان وفي سوريا وفي الأردن وفي غيرها. ويعني بعد ذلك بقتل، بقوا الفلسطينيين يتخبطون إلى أن انطلقت الرصاصة الأولى
وبعد ذلك يعني الى ان ساندت الدول العربيه وبعد ذلك الى اتفاق اسلوب. طيب دابا مزيان. ومشى ياسر عرفات ووقع معهم. ماذا اعطوه؟ ياسر عرفات قصفوه فما يقصفون اليوم غزه. وياسر عرفات قتلوه بالسم والان كل الجميع يعرف هذا. هؤلاء قوم لا عهد لهم ولا ميثاق. ثم بعد ذلك احنا دابا تنعيش مع هاد الناس هذو من داك الوقت 30 عام هذه من منذ ياسر عرفات وحنا كنشوفوا الويلات. وفي الاخير لم يشبعوا بكل هذا فجاؤونا بحكومه يمينيه متطرفه وضعوا على راسها شخص مكروه في بلده ومن قومه وفي العالم كله. واقولها لهم وكذلك جاءوا بوزراء متشددين ارهابيين متطرفين لا يعرفون في الحقيقه لا يعرفون شيئا واول ما لا يعرفون هو السياسه. ومن نهار اللي جات هذه الحكومه وهما كل نهار كنشوفوا قدام عينينا مناظر ديال الحقراء القتل المباشر والتمجيد ديال القتله والاعتداء على النساء والرجال في المسجد الاقصى شدكم من المسجد الاقصى. علاش كديروا هاد الاهانات للناس اللي جايين يصليو؟ شنو جاو يديروا لكم؟ ثم بعد ذلك يعني التعريه ديال النساء فلسطينيات وما كيعرفوا او ما كيعرفوش بان العربي عرضه اذا مس لا يعني يذكر بعد ذلك شيء ويرى انه لا حياه بعد ان مس بعرضه. والمسجد الاقصى يدخلونه صباحا ويدخلونه مساء وكل يوم تحت حمايه الجنود. بقينا كنشوفوا بلي القضيه الفلسطينيه مشات المسجد الاقصى غيمشي وغادي يتهدم وغادي يتمنع عليه الهيكل ديالهم وغادي يتحرموا منه. شنو بقى لنا؟ ما كنا نظن ان في شعبه الله سبحانه وتعالى قوما بهذه الشجاعه والصلابه والقوه والتخطيط الذين قاموا بما قاموا به يوم 7 اكتوبر. يوم 7 اكتوبر الاخوان الكرام قد تكون فيه بعض المخالفات وهذا شيء طبيعي، ولكن يوم 7 اكتوبر اولا وقبل كل شيء اعاد احياء القضيه الفلسطينيه. اليوم القضيه الفلسطينيه على كل لسان في فلسطين وفي الامه العربيه. يعني مدنيين ولاطفالنا الذين قتلوا ظلم العدوان ويمكن ان نرجع الحق الى نصابه. هذا الذي فعلته حماس 7 اكتوبر ارجع الاحياء لاحزابنا السياسيه لشارعنا. لانه حنايا نقولوا لي الاخوان غنولي واحد الشعوب عربيه اسلاميه يعني تسكت مقابل ان تاكل وتشرب. وشنو هو المصير؟ المصير هاد الناس راهم ماشي قضيه عندهم مرتبطه بغزه. تيقولوه بصراحه تيقول لك هذه دوله يهوديه بغي ندفعوا الغزاويه لمصر وبغي ندفعوا الناس ديال الضفه للاردن فهمتيني ولا لا؟ وباغيين كيقولوا بان الدوله ديالهم من النيل الى الفرات. وتيقولوا انا سمعت هذا الشيء بالنية وتيقولوا بانه وجود ديال دوله في الاردن هو شيء مؤقت. بل انهم وفي تخطيطاتهم وتخطيطات من خطط لهم انهم يفكرون فيما يسمى بالمغرب العربي. نعم واحد النهار الاخوان الكرام جا لهنايا هذاك الاخ عكرمه قال لنا لما دخل الاسرائيليون يعني الى يعني حطموا بيت
الحاكم الذي كان من قبل العثمانيين، وخرجوا منه زوجته في الأرضية وحويجها، جاء عندها بن قريون قال له فين غتمشي؟ قلت له غادي نمشي عند الملك عبد العزيز. ساعتها كان الملك عبد العزيز يعني ما يزال حيا. قال لها قولي للملك عبد العزيز إن لنا حقا في مكة والمدينة وسنأتي لنأخذها. هذا ماشي اللعبة الإخوان الكرام. اليوم بغيتوا تعرفوا الحقيقة، أنا عارف الأنظمة العربية ما تتبغيش حماس، نعرف وما تتبغيش هذه المدرسة ديال حماس كلها. خليو، أنا لست من أنصار المصادمة بين الأنظمة والشعوب، بل على العكس نحن في أشد الحاجة أن نكون جهة واحدة، ولكن كنقول لكم الحقيقة والواقع. وكيظنوا أنهم دابا إلا استطعت إسرائيل تهزم حماس غادي يرتاحوا منها. أنا بغي نقول لهم إلا ارتاحوا منها غينوضوا لكم. هل تتخيلون أن إسرائيل إذا انتصرت على حماس في غزة يعني ستتعامل بطريقة إيجابية مع لبنان؟ وهي تتذكر هزيمة 2006، هل تتخيلون أنها ستتعامل بطريقة إيجابية مع الأردن؟ ما الذي سيمنعها؟ خلاص هزمت رأس حربة الأمة. اليوم حماس في غزة هي رأس حربة الأمة العربية والإسلامية. تكبير تكبير. هذا، ولهذا أنا الرسائل اللي صفت مولاي محمد الخليفة قبيلة منها رسائل الحكام العرب والمسلمين، وأنا أخص الحكام العرب والحكام، قل لهم هذا وقت توحدوا فكروا بالمعقول. كيفاش غديروا تعتقوا بلادكم وتعتقوا الرئاسات ديالكم وتعتقوا الشعوب ديالكم؟ ما تخليوناش حتى يبدأ فينا القصف حتى احنا، لأنه إذا كانت إسرائيل بعيدة راه الدول الغربية قريبة، ولا كانت إسرائيل بعيدة راه الولايات المتحدة ماشي بعيدة. فخاصكم تنتبهوا، ولا كان عندكم شي درس غتاخذوه من حماس. أنا نقول لكم حماس هذه ربت أبناءها ومناضليها على الإسلام. أنا مشيت واحد السنة كان استضفني واحد الشاب هندي يعني مسلم، ومشيت معاه أنا والسمية بنتي والسي أفتتي، ومشينا لغزة. الوجوه ديالهم كتشعل بالإيمان، المساجد ديالهم نظيفة مقابلينها، الصلوات ديالهم مؤثرة، ناس كيعيشوا بالإسلام وتيعيشوا الإسلام وكيتبنوا الإسلام وكيعتزوا بالإسلام. ناس عملوا يعني مسابقات ديال القرآن الكريم، فماشي خرجوا الطلبة ديالهم اللي قراوا في الجبل وما كيعرفوش اللغة الفرنسية، لا، خرجوا الشباب ديالهم ديال الجامعات وديال الثانويات، وعرضوا المصحف من الفجر حتى المغرب بدون توقف. وماشي العراضة ديال الذي يحمل الذي لا يعي منها شيئا، او يحملها كما يحمل الحمار اسفارا، لا، العراضة ديال الناس اللي مأمنين. هادو هما اللي دخلوا الانفاق وتيخرجوا وتيمشيو وتيوضعوا فوق الدبابات القنابل، وشكون يقدر يوصل للدبابة؟ لا انا لا انتم، الا شفنا الدبابة كلنا غنهربوا. هما ما تيخافوش من الدبابة. واش كتعرفوا شنو هي الدبابة؟ راه الدبابة اربعة ديال الدبابة تيعمروا هذا المسرح، كيمشيو للدبابة بدون خوف ويفجرونها ويستخرجون منها الأسرى. اليوم حماس اليوم مدرسة. أنا متيقن أن كل الجيوش تتمنى لو كان عندها رجال مثل حماس. ولو كان بوتين عنده الناس بحال حماس
أوكرانيا مشات، وكون كان أوكرانيا كان عندها الرجال بحال حماس الطرف ديال روسيا غادي يكون مشى. حماس اليوم الإخوان دخلات الأرض باش كيهدوها، كيهدوها غيدفنوها تما. دفنهم أسيدي، إلا دفنتيهم كل واحد فيهم غادي يكون بدرة تنبت الشجرة تخرج عشرات ومئات وآلاف المجاهدين. حماس، حماس أيها البلداء، وأنا بصراحة اكتشفت أن اليهود بلداء، هما صحيح أذكياء، عندهم واحد الذكاء تكتيكي محدود، وكان فيهم علماء وأينشتاين وغيره وغيره وغيره، ولكن ما كيشوفوش بعيد. هذاك الشيء علاش الله سبحانه وتعالى فضلهم في الأول ثم لعنهم ثم جعلهم أدلة في الشعوب هذه 2000 سنة، لأنهم في الحقيقة بلداء. ومن بلادتهم أنهم يعتقدون أن القوة ستحل المشكلة. ستحل المشكلة مع من؟ افترضوا أن القوة تحل المشكلة مع حماس، وافترضوا أن القوة ستحل المشكلة مع غزة، ماذا ستفعلون بالأردن؟ ماذا ستفعلون بسوريا؟ ماذا ستفعلون بالعراق؟ ماذا ستفعلون بمصر؟ 110 مليون ديال المصريين كيتغدوا كل يوم، لو فتح لهم المجال يا إخواني أنا متأكد نصف ديال الشعب المصري غادي يمشي لغزة إلا ما مشاش كامل. نعم الآن هنالك أنظمة تحجزهم وحسابات إلى آخره، ولكن هذا الشيء هذا كينفع واحد الوقت. اليوم الموقف اللي خذ الرئيس المصري بعدم قبول الترحيل كان موقفا شجاعا يجب أن يشكر عليه، هذه الحقيقة. ولو كان فقط أخر ربما هذا الموقف ما يتخذش. فهاد الناس هادو اش غايديروا مع هاد الشعوب؟ ولا كاع قدروا يغلبوا هاد الشعوب، اش غايديروا مع الشعب ديال السعوديه؟ واش غايديروا مع الشعب ديال الدول ديال دول الخليج؟ واش غايديروا مع الشعوب ديال المغرب والجزائر وتونس وليبيا؟ واش غايديروا مع الشعوب الافريقيه؟ واش غايديروا مع الشعوب الاسلاميه ديال اسيا؟ واش غايديروا مع باكستان؟ الى متى؟ لو كانوا اذكياء لفكروا في حل آخر غير القوة. القوة تستدعي القوة، وفي النهاية فإن القوة لن تدوم لأمريكا، لأن القوة لم تدوم لأي إمبراطورية. الأمريكيون يعني يتعاطفون مع إسرائيل بدون حدود، ولكنهم في نفس الوقت يتعاطفون مع أنفسهم ومع مصالحهم. والنهار اللي غادي يشوفوا باللي الثمن ديال مساندة ديال إسرائيل مكلف سيتخلون عنها. والفرنسيون مع الأسف الشديد اللي مروا من رئيس طويل وصحيح وكبير وكيفهم بحال دوغول واحد الرئيس صغير بزاف، لم يفهم ظن أن عزة فرنسا ونصرتها هي في مناصرة إسرائيل والولايات المتحدة. في النهاية مسيو ماكرون غادي تولي غير تابع. دابا بدا كيتوقد واحد شوية، وغنقول لكم إن فرنسا تعيش الإرهاب، ماشي الإرهاب ديال ماكرون، ماشي الإرهاب ديال النظام الفرنسي ولا النظام الأمني، الإرهاب ديال اليهود الموجودين في فرنسا. الإمام ديال المسجد ديال فرنسا سولهم قال لهم فين هاد 1400 هجوم على الفرنسيين اليهود في فرنسا؟ قامت القيامة. لكن كيف ما تكلمتي في فرنسا على اليهود ما قلتيش شي كلمة اللي كتبين باللي أنت ما متفقش معاهم ولو قليلا، تقوم لك القيامة. ولكن كاين فيهم رجال، كاين فيهم عقلاء، وكاين فيهم ناس كينصحوا باش يرجعوا للسياسه ديال دوغول اللي كان في نفس الوقت اللي كيساند اسرائيل كان كيعترف بالحقوق ديال الامه العربيه والامه الاسلاميه وديال الشعب الفلسطيني، وكان كيطالب بالحق ديال الشعب الفلسطيني في ان تكون له دوله مستقله وفي ان يكون عاصمتها القدس. هذا هو الحل. الحل هو في النهايه سوف يكون سياسيا او عسكريا. أقول لليهود، أقول لإسرائيل، إذا كان الحل عسكريا أنتم الذين سوف تخسرون. أنا الإخوان لقيت واحد القضية نبغي نقولها لكم. أولا أمريكا خصها تعرف واحد المسألة، حنا العرب خذي منا واحد الدرس، وخا حنا بسطاء، حنا كنقولوا العدل أساس الملك، وأنت بحال اللي قال مولاي محمد قبيلة أعطاك الله كل شيء، سلاح
والتقدم والتكنولوجيا والبحث العلمي وكل شيء اللي بغيتي، ولكن حتى حاجه من هذا الشيء ما غتضمن لك الاستمرار في قياده العالم. الذي سيضمن لك الاستمرار في قياده العالم العدل، ولقد راينا انك لست عادله، لقد كنت ظالمه في العراق، وكنذكر غير الدول العربيه المسلمه، وكنت ظالمه في سوريا، وكنت ظالمه في فلسطين، وكنت ظالمه حيثما حللت. فبهذه الطريقه ستفقدين، لانك لا تتمتعين بالعدل، ستفقدين رئاسة هذا العالم، وقد بدت مظاهر ذلك تظهر عليك. فهل هنالك امكانيه لتدارك ذلك، ام ان الغطرسه والقوه سوف تستمر في اغرائك الى ان تهلكك؟ واريد ان اقول انني انا في الحقيقه واقعي بزاف، والاخوان ديالي كيواخذوا عليا تيقولوا لي السي عبد الاله تنشوفكم متشائم، وهذا الشيء ديالك راه ما تيعجبناش. كاين فيهم اللي طيروا معايا كاع غير على هذا الشيء، وعندهم الحق، ولكن كاين واحد الحاجه كتقبط فيا. انا منذ دائما ويثيرني في كلام الله شيء اسمه القوانين بالنسبه الي، حتى الذي فكرت ان اكتب كتابا اسميه القوانين القرانيه. منها قوله تعالى، وراه كندير في هذاك الكلمات ديالي اللي كندير في ايه استوقفتني، منها قوله تعالى: ان تنصروا الله ينصركم. كتعرفوا انا قريت الرياضيات، يعني من اعز ما درست الرياضيات. الرياضيات فيها الاخوان القانون ا امبليك بي، نون بي امبليك نون ا. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ان لم تنصروا الله لا ينصركم ولا يثبت اقدامكم. كلام واضح. فانا بغي نقول لكم اليوم، هاد الناس ديال الحماس شعوري وملاحظاتي انهم ينصرون الله. كلنا انا مشيت لعندهم وشفتهم فين ساكنين، وشفتهم كيفاش تياكلوا كيفاش تيشربوا بحال عامه الناس. واليوم من لما استحر القتل في فلسطين في السكان العاديين لغزه، مات من اسره الاخ اسماعيل هنيه 14 فردا مره واحده، لم يخرجهم الى مصر، ولم يخرجهم الى لبنان، ولم يخرجهم الى سوريا، ولم ياتي بهم الى المغرب. وماتت مؤخرا حفيدته، طبيبه جميله يعني متفوقه وصالحه، ماتت كذلك وهو لا يبالي. ومن اللي عيطت عليه باش نعزيه، يعني في الحقيقه بغيت نقول لكم يكاد هو الذي يكون قد عزاني. فانا غنقول لكم الاخوان، هاد الناس هادو الذين ينصرون الله، لا اظن ان الله سيخذلهم، سينصرهم ولو بعد حين. وبغي نقول لكم العداله والتنميه والاحزاب السياسيه الوطنيه والناس اللي ما تبقاوش تربيوا ولادكم على الفشوش وعلى ماكدونالد وعلى الخوى الخاوي، إلا بغيتي ولادكم ينفعوكم في الدنيا وينفعوكم في الآخرة، ولا احتاجيناهم يدافعوا علينا، لأنه يقدروا نحتاجوهم ودائما غنحتاجوهم يدافعوا علينا ويموتوا باش يعيش المغرب وتعيش الدول العربية والإسلامية. وشنو هو المغرب الإخوان؟ المغرب هو دولة يعبد فيها الله، المغرب هو دولة يتمتع الناس فيها بحريتهم الدينية، المغرب هو دولة يعيش فيها اليهود في أمن وأمان. ليس اليوم، منذ 14 قرنا وقبل ذلك. ويعني أنا أتساءل، هذا اليهودي الذي تجرأ وأرسل رسالة إلى سيدنا نصره الله، واش ما حشمش من اللي أنت يا مغربي عامل الفلسطينيين بحال اللي كيعاملوا المغاربة اليهود بلادهم، بالتعزيز والتكريم. وماشي اليوم، من الوقت اللي ما كانت لا الأمم المتحدة لا الولايات المتحدة لا فرنسا لا حقوق الإنسان لا الحريات الفردية لا حتى حاجة من هذا التخربيق، وهما معززين. النهار اللي طردوكم الإسبانيين والغزاة الذين جاءوا من شمال أوروبا، وجدتم مكانكم في الدول الإسلامية، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، الى تركيا، وفي المغرب بالخصوص. ودخلتيو لهنا وعشتيو معنا، وكانوا الملوك حتى في الوقت اللي كيوقع شي احتكاك
كيحميوكم بعض المرات تيأويكم في القصور ديالهم. اليوم جالسين كتقتلوا فينا هكذا، ما عزوا عليكم لا تكبير، ما عزوا عليكم، ما عزوا عليكم الأطفال بالمئات تقتلونهم، ما عزوا عليكم حتى واحد تكبير. بفضلك مولانا جود علينا وهلاك من طغى وتجبر علينا، بفضلك مولانا جود علينا وهلاك من طغى وتجبر علينا. آخر كلمة إخواني، آخر كلمة، ماشي جيتيو باش تحضروا ويتسمى حزب العدالة والتنمية، راه باقي عنده جمهور ديالو. حزب العدالة والتنمية عنده جمهور ديالو، حزب العدالة والتنمية إذا كان وقع في خطأ ديال التوقيع حنا كنقولوها، ولكن عمر الحزب ما كان مع التطبيع، الحزب ضد التطبيع، كان دائما ضد التطبيع. هذاك 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 حدث هذاك هذاك الاخوان هذاك هذاك الاخوان هذاك حدث معزول سيحسم فيه التاريخ. حزب العداله والتنميه عنده طبيعه في اللجان ديالو، ماشي حنا اللي تنعاديو اليهود ديال اسرائيل، هما اللي تيعاديونا، حيث الله سبحانه وتعالى كيقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. واش بغيتيو تحيدوا القران الكريم والذين أشركوا؟ حيدوا القرآن الكريم ونتفاهموا ديك الساعات. لا، الشعب المغربي وحزب العدالة والتنمية منه ما عمره ما كانت مع التطبيع، وما عمره غادي يقبل يكون مع التطبيع. الدولة لها إكراهات وهذا شغلها، احنا ما غندخلوش مع الدولة وما غندينوش الدولة ديالنا، الدولة ديالنا والملك ديالنا. وانا كنعرف اش تنقول، انا اشتغلت معاه، ولهذا حنا ما سيدنا لن ينتظر منا الا المسانده في المشروع. ولكن باغي نقول لكم انتوما الابناء العدل والتنميه، ما تمشيوش تنعسوا، اتصلوا بالناس، شرحوا لهم، وضحوا لهم، قولوا لهم الخطر عميم، قولوا لهم راه الاخوان الفلسطينيين راهما خوتنا. انا الوالده ديالي الاخوان سميتها الشامي، فين كاين الشام؟ فين كاين فلسطين؟ في الشام. هما نحن منا وهم ونحن إخوة بالعقيدة قبل أن نكون إخوة بالدم، ونحن إخوة بالدم، والذي يقع لهم يجب أن نستشعره، والذي يقع لنا يجب أن يستشعروه. فيجب اليوم علينا أن نسير في هذا الاتجاه، وأدعو الذين ضل سعيهم في هذه الحياة في اتباع السراب أن ينتبهوا، أن ينتبهوا. كيف يعقل أن ننتظر الخير ممن يفعل هذا بالأطفال عموما حتى وإن لم يكونوا مسلمين؟ فكيف بالأطفال المسلمين؟ وكيف بالجيران؟ وكيف بالرجال؟ وكيف بالنساء؟ وكيف بالشيوخ؟ وكيف بالمرضى؟ وكيف بالخدج؟ رحنا نقول لكم الحقيقة الإخوان، راه ما بقاتش عندي القوة النفسية باش نشوف الأخبار، كنت أتتبعها في وسائل التوقع، في وسائل يعني التواصل الاجتماعي باش نعرف شنو كاين في العموم وفي الأساس، ما بقاتش، ما الغالب الله. ولكن انتم ما توقفوش، قوموا بواجبكم، وراه تكون الهزيمه ولا يكون النصر، في النهايه غيكون النصر ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.